الرحمن الرحيم. حلينا السؤال ده؟ لا ما حليناهوش بتهيألي، صح؟ ديجنوز مارفان. طيب تكملي يا دكتورة تيسير، تقرأي شوية. ماشي، عايز ايه؟ How should you manage his blood pressure؟ 19 سنة، مين جاي لإيه؟ suffer from frequent joint dislocation and has trouble with some skin stria across her lower abdomen and suffer from spontaneous pneumothorax some 2 years ago. His blood pressure 135 على 85. Diagnosis Marfan. تمام. هو كام؟ 19 سنة. البلاد بريشر بتاعه كده عالي ولا ايه؟ عشان الأورتيك ديستكشن على ما أعتقد سبونتينيوس عشان نيموثوراكس، يقللوا ما يحصلش اورتيك ديستكشن. صح كده؟ المفروض إن احنا ضغطنا من 100، بس هو لو في أورتيك ديستكشن المفروض ما فيش بنقلله. اورتيك ديستكشن، ما فيش نيموثوراكس عشان طوال يعني وكده. عشان هو طوال كل وكده الادويه المكتوبه اصلا انت هايبرتنسيف، يعني هو بيقول لك بس اختار هتاخد ايه. بالظبط انا كده. شايف زي الناس العاديه يعني ياخد. فهو في كلام ان اللوزارتان بيقلل البروجريشن بتاع الاورتيك دايليتيشن. يعني في كلام بيقول ان اللوزارتان ليه افكت يعني على البروجريشن بتاع الاورتيك رود دايليتيشن، بيقلله يعني بيقلل بيسلور البروجريشن. هو كمان لو اقل واكتر من 55 المفروض هنفول الجنرال رول هناخد اللوزارتان برضه. تمام. لو برضو الكلام ده كان على لوزارتان يا دكتور ولا جنرال كان على البيتا بلوكرز؟ لوزارتان. لو مشينا برضو زي ما قالت الدكتوره، لو مشينا برضو على الجايد لاين فهو تحت 55. قرات حاله النهارده وكان قال ان البيتا ناخد بلوكر هو ايس اللي بيقلل الاورتيك روت سنز روتيشن. بعت لكم السكرين. لا يا البيتا بلوكر في حالات الاورتيك دايسكشن بس، يعني يقلل اللي هو الاكستنشن بتاع شيرينج فورس اللي بتحصل وقت الاورتيك دايسكشن. اللابيتولول الالفا والبيتا. البيتا بلوكر عموما يعني اللي هي بتقلل الهارت ريت يعني. طيب مش نقرا الاكسبلانيشن. ذا موست ايفيدنت فور تريتمنت اوف بلاد بريشر ان مارفان سيندروم سبورت ايذر بيتا بلوكر اور اي سي. بيتا بلوكر ريديوس مين ارتيريال بلاد بريشر اند بولس ريت سيجنيفيكانتلي ريديوسينج ذا ريسك اوف انيوريزمال ديفلوبمنت. مش اللوزرتان بلوك transformation transforming growth factor beta pathway as well controlling blood pressure animal data support disease modifying effect of ARBs. تمام. عشان بس ليه اللي هو transforming growth factor beta blocker. الكلام ما لهوش evidence يعني برضه في كل حال. Which one of the following is the most likely diagnosis? 50 سنة، man Caribbean، جاي he suffered from gradually worsening of shortness of breath, dry cup. He has failed to respond as and as required salbutamol inhaler. He is scolator and continuing to work 2 days per week. There is no past medical history of note. He is non-smoker. He forced expiratory volume in first second, the 3 minutes, اللي هو 3.5 predicted. And his forced vital capacity 4 liters per minute, اللي هو 4.7 predicted. An examination blood pressure 150 على 85, البلس 74 regular, there is no wheezy, no auscultation, you notice scattered respiratory crackles, ما معهوش clubbing, there is don't evidence of any clubbing, body mass index 27. ماشي. يعني هو معاه دلوقتي ايه ده؟ يعني هو دلوقتي ال forced في ال first second ده قليل، صح كده؟ لا عالي 75% فوليوم 1 على الفورس فيتال كاباسيتي 75% يعني ريستريكتيف 75%. لا بتهيألي من فوق 8 ريستريكتيف بقى. ريستريكتيف ريستريكتيف. بقى.
فوق السبعة من عشرة أو 75%، 70% ولا؟ مش قلنا 8 من 10 باين 80%؟ 80% ده نورمال او اكتر، يبقى ريستريكتيف، اقل يبقى اوبستراكتيف، مش كده ولا ايه؟ هو المفروض ال سلبتامول انهيلر، طيب هو 70% كده اوبستراكتيف مش ريستريكتيف، بس ريستريكتيف اكتر يعني زي النورمال اللي هو اكتر من 80%. نورمال او اكتر. تمام، وهو معاه بتاع ده كراكل انسبيراتوري كراكل، سكته شكله معاه بتاع ده انسبيراتوري اللي هو انترستيشال لانج ديزيز يعني، فهو هيبقى ايه هو اصلا اوبستراكتيف. الكباسيتي نورمال، هون الفورز وايت الكباسيتي نازل معناته ريستريكتيف. لا بس I think ratio أكتر من 70% ده ماشي مع restrictive. بس والاتنين قليلين، بس القليل 70 ولا 80% يا شباب؟ في بيحكوا 70 في بيحكوا 80، أنا قرأت 70 قرأت 80. هو السيناريو ماشي مع restrictive يعني، سيناريو من الأول خلاص وكان قال سيليكا و عشان التوتال برضه سموكر. بص هو المفروض احنا عندنا في الريستريكتيف الفورس فايتال كاباسيتي بيبقى بيقل اكتر من الاف اي في 1، تمام، فاحنا عندنا هنا هو اقل يعني، هو المفروض 4 و7 وهو 4. الاف اي في 1 ده المفروض 3 والنورمال 3.5، فهو الاقل اكتر اللي تحت، عشان كده ده المفروض لا. هيبقى مع بس هو احنا بنحسب الريشيو بتاعتهم احسبها فعلا فورس اكسبيرت فوليوم 1 على على فورس 75%. جماعة ديت أبوستراكتف سواء عين كمان نون سموكر، نون سموكر وما فيهوش ويز، ده فيه كراكلز، فالموضوع ماشي مع مع بالمور فيبروزس يعني. بص هو شكله ميكسد يعني، هو شكله حاجة عاملة كومبريشن فعاملة أبوستراكشن وعاملانا انترستيشال فيبروزس، فالإيه اللي يعمل الاثنين في الاختيارات دي على ما أعتقد السركيدوزس، عشان لو فيه هيلا ريمفيد نوبسي وعاملة أبوستراكشن وفي نفس الوقت هي بتعمل انترستيشيال فيبروزس اي ثينك يعني. مو الحاله من فوق بيقول ايه؟ في حاجه فيها worsening with shortened of place dry cup. هو يا ميكسد يا هو السيليكيتور ديت بتوجهنا للسيليكوزس اكتر من الاي بي اف. نو ويز دي يعني مش مستقيم، خلاص نو ويز دي يعني مش مستقيم. لا انهيلر، لا ماشي، ما هو على انهيلر ممكن كنترول ده عشان الانهيلر، ما هو على انهيلر بس بنوت ريسبوندينج فيل تو ريسبونس لازم يكون فيه ويز. لا ماشي، لا ما هو نوت ريسبوندينج، ما هو البتاع ده الاوبستراكتيف انهيلر هيظبطه، الانترستيشيال ملوش علاقه بالانهيلر، ده اللي انا قصدي عليه. وهو بياخد كورتيكوستيرويد في العلاج. طيب مش هقدر دراي كاف كمان ده يقول انترستيشن. لا بياخد انهيلر بس. ايه في الاوبشن ينفع يمشي مع السيناريو ده؟ هم اخر اثنين يا ساركيدوز، اول ثلاثه ما ينفعوش اي بي اف والساركيدوز يمشي اي بي اف. اي بي اف مش هات الانجليزي بس الوظيفه بتاعته تقول ان هو ساركيدوز. قال لك افريقيا كاريبيان، كنت عايز اقول افرو كاريبيان ان هي معاها اللي بيبقى سركيدوزس. هو الفكره ان هو الكومباوند بس اي بي اف مش غلط يا جماعه، انترستيشال لانج فيبروزس مش غلط، شوف كده في ال بس هي مش ايديوباثيك هنا. اي بي اف هياخد ليه انهيلر؟ لا هو اي عيان دلوقتي في ديزني. طب نشوف هو ايه في الفلو، نشوف هنا وبالمعرفة بروس صح، بس مش ايديو باسك يعني، هو لو قال سيليكوزس كان ممكن. الكلو هير is diagnosis of keidosis include Caribbean heritage dry cough which is not responding to salbutamol and restricted ligature of lung function test. Modern management of sarcoidosis only informed passes مش عارفة is destroyed. هتلا اي بي اف كده؟
absence clubbing of prolonged history, the clubbing in examination presence of ما قال لك alternative possible diagnosis يعني صح يعني بس لازم يكون معاه بالكلابنج الايدي بس بيكون معاه كلابنج واحد من الضيف عشان هما الاثنين دول ريستريكتيف هو ده الاحتمال الثاني اما الثانيين دول صح من ناحيه ريستريكتيف البالمولري فانكشن تيست كان ريستريكتيف باتن لانه الفورس فايتال كاباسيتي هذه حتى الفورس فايتال كاباسيتي تكون نورمال او زائد بالايش بالابستراكتيف وحتى الـ PEV1 حتى الـ PEV هذه تكون بالأبستراكتيف نورمال على فكرة تكون غير يعني قليلة في حالة لما نعملها بالدقيقة الواحدة فالباترن هذا ريستريكتيف واضح فالفورس فايتال كاباسيتي لما تكون أول ما تشوف الفورس فايتال كاباسيتي يعني نازلة هذا على طول ريستريكتيف بس فورس لوحدها زيادة نتيجة نقص المقام لا انت حتى بغض النظر عن الزياده الفورس فايت انت اصلا ما في مشكله يعني بحاله الاوبستراكتيف انت لما بتتنفس بالعكس في تريبد اير في اير جوا بالتالي الفورس فايت الكباسيتي عالي تضرب حسب الاف في في 1 على الفورس فايت الكباسيتي احنا لو حسبنا الفورس فايت الكباسيتي هنا هنلاقيها فوق ال 80% انما لو قسمناهم على بعض هنلاقي اكتر من 80 وبالتالي تمشي مع الريستريكتيف كمان احنا بنفرق بينهم ازاي بنقسم الاف في في 1 على الفورس فايت الكباسيتي اقل من 80% يبقى اوبستراكتيف اكتر من 80 75 ريستريكتيف لا من 80 تبقى ريستريكتيف لا العكس تمام. العكس 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 اكتر من 80 ريستريكتيف اقل من 80 اوبستراكتيف ايوه انا قلت ايه لا بس انا قصدي 3 على 4 يبقى 75 اكبر من يبقى ريستريكتيف اكبر من يبقى ريستريكتيف ما هي هنا اقل من 80 اوريدي هي 75 فالاربع هي 75 لا يا دكتور يعتبر 4 على 4 وصاعه من 10 4 على 3 على 4 3 على 4 اللي هو 75% 3 اللي هي الفيرست سكند على التوتال على 4 75% فهي 75% هنقبلها ان هي زي نورمال واحنا مش بنقسم الاول 4 على 4 و7 و3 على 3 ونص وبعدين نقسم النسبه المئويه دي على النسبه المئويه دي لا ده مديك النورمال هو 3 ونص ده اللي هو النورمال يعني. هو قال لك هي طالعه 3 والنورمال 3 ونص يعني المفروض هي في الحاله دي بريدكتد على الايج بتاعها 3 ونص هي طالعه 3 يعني هي قليله الثانيه 4 البريدكتد 4 و7 وهنا قليله فانت هتقسم 3 على 4 هي 3 ارباع هي 75 طيب خلاص تمام هي عموما الحاله ماشيه ريستريكتيف وخلاص عشان فيك البيكتشر وهي مش 75 75 قريبه من اظن الكات اوف فاليو 7 يعني 70% مش 80 حتى في الكلاسيفيكيشن بتاع السي او بي دي ستيج 1 اللي هي المايلد الريشيو دي بتبقى اقل من 7 من 10 يعني هو مذكرها كده السي او بي دي اللي هي بوست برونكو دايليتور فورس اكسترات بوليوم 1 اند فورس فايتال كاست شيكت عليها علشان انا شايفها 8 من 10 80 يا جماعه 80 هو الرقم ده ثابت 80 في السي او بي دي والازمه يعني انت بتحطها 80 30 50 30 الثلاث ارقام دي بنثبتهم في الاثنين واتيفر الاستيجنج واتيفر احنا بس ده للفورسد اكسبيراتور فوليوم 1 انا اقصد الفورسد فايتال فورسد اكسبيراتور فوليوم 1 على الفورسد فايتال كاباسيتي ايوه 80 يا دكتور انا شفتها دلوقتي 80 80 80 انا بقول لك هي الحاله مش الاثنين ريستريكتيف اوبستراكت لا لا الحاله هذه بالبناء على الفورس فايتال كاباسيتي هذه ريستريكتيف الاوبستراكتيف مستحيل تكون الفورس فايتال كاباسيتي نازل لانه في تريبد اير كيف راح تكون نازل يعني لوجيكلي فالفورس فايتال كاباسيتي لما تكون ميكسد يعني حاجه عامله ريستريكشن في ناحيه وحاجه عامله اوبستراكشن في ناحيه واي نوت ان طيب ماشي خلاص نشوف اللي بعد 75 قريبه من 80 يعني هو من بعد الرمص هي اقرب بالتقريب اقرب للريستريكتيف من الاوبستراكتيف بالتقريب يعني 75 من 80 مش كده قوي يعني فهو نورمال اور ايرفيتد ريشيو يبقى ريستريكتيف قليله يبقى اوبستراكتيف فاحنا عندنا مختلفين دول ماشي الاثنيسيتي بتوسع الحاجه ثاني خالص الاثنيسيتي هتمشي مع الساركيدوز برضو تمام ماشي
ناخد سؤال تاني. Which one of the following is the most appropriate intervention? 26 سنة woman is reviewed following CT pulmonary angio, suspect pulmonary embolism. She represented within 24 hour history of left-sided pleuritic chest pain. The dimer was slightly elevated على 490 نانوغرام. Examination, blood pressure 112/82, pulse 62, regular chest is clear and she's apyrexial. Lower limb swelling is noted, the CT pulmonary injury normal, and the chest X-ray and the venous Doppler of lower limb. يعني الاثنين normal, the X-ray وال Doppler. هتعمل لها ايه؟ خلاص هي لا دي ولا دي. هي الـ CTBA يعني normal خلاص ولا assurance؟ خلاص كده. الاثنين مع normal. الـ CT والـ ultrasound normal يبقى خلاص يعني الشيء. ودي دايمر كمان. ودي دايمر تمام. دايمر عالي. سلايتلي. 490 ده عادي يعني. أهم حاجة إن الـ CTBA نيجاتيف، طالما الـ CTBA نيجاتيف خلاص. طيب ماشي. ناخد سؤال تاني. السؤال بيقول الـ intervention. 45-year-old woman is reviewed to rheumatology clinic having presented to her GP some 3 months ago with transient hypercalcemia على 285. A week after returning from a holiday to Spain. He's otherwise well, no significant past medical history and they take no regular medication. Examination are remarkable. المشكلة في اللابس وكله هيموجلوبين دايسين ماشي. الكرياتين كويس، الكالسيوم عالي، القلب من كالسيوم كان فوق كالسيوم عالي؟ ثواني بس كان ترانزيت ترانزيت من 3 شهور. تمام ايوه تمام ماشي. بايلر لنفا دينوباسي اب تو كام؟ 2.6 تمام. هو ابر نورمال تمام لغاية 65 تمام ماشي. وبعدين هيلنفا دينوباسي وتشيست لونج فانكشن تيست نورمال هتعمل له ايه؟ ولا حاجة في الشورة حتى لو سركيدوزس مش هنعمل له حاجة. هو اساسا سركيدوزس عشان الهايلر يعني؟ هايلر والهايبر كالسيميا. لو هايبر لو هو هايبر كالسيميا ياخد تريتمنت، انما دلوقتي هي الكالسيوم بتاعها كويس فمش هيديلها تريتمنت. هو ايه الانديكيشن بقى بتاعت السركيدوز تريتمنت نفتكرهم كده؟ ستيج 3 او 4 على اللنج، الهايبر كالسيميا، النيورولوجيكال افكشن، كان في كارديك افكشن تقريبا مش فاكره هي ولا فيها ولا لا، في حاجه كمان. ايوه فيها يا دكتور، فيها كارديك افكشن. يعني ايه بتعمل كارديك بس وبتعمل كوندكشن بلوك. سيركيولوس. والنيورولوجيكال اهمها اللي هي ولو عندنا 3 و4 والهايبر كالسيميا. 2 و3، 2 و3 وسنتيمتر. كنا بنعالج بايه اشرف؟ السيركيدوزز والتكسترويد. التكسترويد 2 و3 2 و3 وسيمتوماتيك لازم سيمتوماتيك. فيرست لاين اوف تريتمنت تمام. سيمتوماتيك هايبر كالسيميا ماشي. طيب ماشي ناخد سؤال تاني. انترفينشن سؤالين ليه اشورنس ورا بعض في نفس الامتحان يا جماعه ينفع كده؟ تمام. جاب يا دكتور محمد سؤالين متكررين بنفس السيناريو بنفس الدراجز يعني. هو الباست بيبر دي الباست بيبر دي دي ريكول مش كده؟ هي دي اللي موجوده على الباست تيست على الموقع بتاع الباست تيست ولا دي حاجه ثانيه؟ هي دي. هي دي اللي موجوده يا اشرف؟ هي كلها ريكول يا باشا، مفيش اسئله بتطلع. دكتور حسن شوف على الامتحان بينبهوا علينا اوعى حد يطلع الاسئله بره. وبتطلعوها برضه عشان عشان يبيعوها. تريد تخلصها؟ يرتي لكم على الجروب هذا الاكسبلانيشن للسؤال الاول تبع البلمونري فانكشن تيست، واضح كثير، شوفوا على الجروب. طيب حاضر هجيبه لك. انا حاطط سكرين شوت من باس ميديسن برضه. طيب تمام. البوست برونكو ديليتور. شير يا دكتور حسن. طيب انتوا ثواني هشير لكم. طيب هنا الريشيو
من 75 ل 85، يعني 80%. ماشي. تمام. فاليو ليس ذان 7 بقى هيبقى ايه؟ اوبستراكشن. هيبقى يعني كات اوف فاليو فور اوبستراكشن يعني 7. تمام. تمام، يبقى ده بقى يحل الاشكاليه يعني. تمام دكتور. والجدول ده بتاع الكلاسيفيكيشن بتاع السيفيريتي بتاع السي او بي دي كلها من اول سي جي 1 كلها لازم تبقى اقل من 7 من 10، اللي هو الفورس اكسبيرت فوليوم 1 على فورس فيتال كاباسيتي. تمام تمام. والعيان ده كان 75% يعني، كان اعلى يعني. اوكي. طيب نرجع للاسئله عشان نخلص. يلا يلا من. طيب انترفنشن. طيب 72 year old man his row of in the in CO in the stage of COPD is admitted to emergency department with extirpation. He has been unable to get out of a chair in his lung for the past 24 hours. Current medication including high dose steroid, long acting beta agonist, etoprumine, oral thiophylline, home oxygen. He's arrived in hospital with signed community, don't resuscitate, and do not ventilate order in his bag. Examination blood pressure 95/60, pulse 120 EF. There is poorly entry auscultation with marked wheeze. pH 7.21, PO2 7.1, PCO2 11.2. He don't improve with repeated nebulizer and drowsy and not competent to discuss here. هو على pH ده المفروض هيتبنتل على طول. Do not resuscitate. ما تعملوش حاجة. Or ventilate. No. أي حاجة ما تعملوش أي حاجة. مش نان انفيزيبل. Do not resuscitate. لا لا لأن نان انفيزيبل. Do not resuscitate. مش دعوه، هو دون موتور سستيت معاه كارت ان هو ما تعملوش ريسوسيتيشن، فالمفروض ان انت مش هتعمل له اي حاجه. هو معاه الكارت ده، هو مش عايزك تحط مكتوب فوق اهو فين دونت ريسوسيتيت دونت فنتليت السطر الخامس. دونت ريسوسيتيت دونت دونت يعني هو اللي طالب كده يعني، هو اللي ده بيبقى كارت كده بيقدمه، يا اما هو اللي طالب، يا اما في لجنه من 3 استشاريين قايلين كده حاجه من الاثنين. يعني هو تيرمينال يعني. بالظبط. هو نون انفيزيف اقرب واحد. كونتينيو كارنت ميديكيشن. ما هو بدان هو طالب بقى في كارت كده بيوقع يا هو اللي موقع عليه، يا في لجنه صح. يا في لجنه من الاستشاريين لازم يكون اقل حاجه 3 استشاريين قايلين ان ده اند ستيج ما تعملوش حاجه. بس انا الموضوع ده دكتور محمد قرات ان هو ده بناء على طلب المريض هو اللي بيعمل الكارت ده. اول مره اسمع موضوع ال 3 استشاريين. 3 استشاريين لا موجود، موجود 3 استشاريين دول بيمضوا على الموضوع ان هو يسسبيت، وطبعا بيبلغوا الاهل طبعا. So if you don't ventilate, that's my non-invasive command. Below that, yes, huh? Okay. I'm not going to do anything with it. I'm not going to do anything with it. But it's strange. There was a question about this test. There was a question. The first question was that if the patient was conscious and asked himself and didn't have stress in the disease, when he wasn't stressed, وكتب على الحاجه دي تعمل توافق على طلبه، يعني لما نخش في ال لما خلاص تعب ويبقى على الفنتيليشن وكده هتوافق بس تعمل كونتينيو ميديكيشن. لكن لو طلبه ده اثناء ما هو مثلا كان في حاله بتاع التوكسيك، لا هنا بعدين انت هتعمل فنتيليشن تقريبا، هتكلم الريليتيف ليه وحاجه زي كده، يعني ما هتاخد بالحسب المنتاليتي بتاعته. ده كان تبع باس تيست. أيوة لو كان أوريدي طلب قبل كده يا جماعة إنه كده 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 ما في حد يتدخل، ما يتدخل. لا لحظة كده، النون انفيزيف فنتليشن كاتبه ضمن الفنتليشن. وكان 7.21. طيب سؤال.
السؤال طيب يا دكتور حسن، دكتور حسن السؤال most likely cause deteriorating renal function. You asked to review 26-year-old woman who has been treated with IV acyclovir for the past 4 days for resumed herpes simplex encephalitis. Over the past 48 hours, her renal function was deteriorated significantly. This is in despite adequate maintenance of fluid balance and blood pressure. On examination, blood pressure 135-85, pulse 85, regular temperature mildly elevated 37.9. الهيموجلوبين والوايت بلاد سيل البلاتلت الصوديوم البوتاسيوم هاي نورمال كرياتينين 201 وكانت 95 اون ادمشن ده من 4 ايام. اليورين ديبستيك ريد 3 بلس والوايت بلاد سيل وبروتين 1 بلس واخد دراج فوق اخد دراج يعني اكلوفير هو كده ستيشن نفرايت شكلها. لا ريد سيل بلاد سيل ده بتسوي عيان في جينيوس. بس وايت سيل وايت سيل ستيشن. وايت سيل زينوفيل. وكاتب فوق اللي هو فيها ايزينوفيلز اه. فين ايزينوفيلز؟ في ال دبليو سي. ايه الحاجات بقى اللي كانت كارستيشن بس ريرين اكتر حاجه البيتا لاكتام والنسترويد نون ستيرويد نسيت والجنتامايسين كان برضو بيعمل صح الجنتامايسين بيعمل اكوتيبيرانكوزس بيعمل دايركت دايركت اتين دايركت توكسيك على التوبيولز حد فاكر الميكانيزم ازاي بيعمل عليها قبل كده الجنتامايسين بيعمل حاجه في التيولز اه بيعمل حاجه في التيولز معينه شفت سؤال عليها قبل كده سؤال بس تيست طب هسأل هاخد وقت طيب خلاص عرفنا احنا ايه في السؤال ده انا اشرف يجيب لنا ايه موضوع الجنتامايسين طيب most likely cause here cardiac failure 48-year-old woman admitted to ER with tachycardia and shortness of breath, which has increased significantly over the past week. He's currently undergo chemotherapy for carcinoma breast on examination. blood pressure 95/60 and pulse 95 AF. There are crackle in the mid zone bilaterally. In the chest, beating edema on both ankle, the echo feels dilated cardiomyopathy. What he does is he has doxorubicin. It's not good. هو والتاني ده دكتور روسن ماشي حد عارف ايه غير الايكو تاني انفستيجيشن بنعمله قبل الكاردياك قبل ما ندي دراج كارديو توكسيك ده برضه هو ايه لا هو في الكارديو اللي احنا خدناه هو اسمه ال بتاع النيوكلير ايمجينج ده اسمه موجا موجا سكان الموجا ايوه اه موجا سكان طيب ناخد سؤال تاني intervention 23-year-old woman presented fever and crumpling right lower limb right lower quadrant abdominal pain with the past week he suffered from diarrhea a few days earlier but he tells you that his has subsided now he doesn't want to eat And if you feel constant nauseous examination, the pressure 30, the pulse 80, regular. Yes, ear serious. Hi, Nish. Sebrumkin. Ear senior. Senior, Sebrum. Diabetes. Gram negative. Gram negative.
any intervention pulmonary. Fearing one year old man review the medical ward having been admitted with a period of disorientation which began when she was on a walking trip to local pub. He kept on repeatedly asking on other people on a walking trip why he was here and how he had got here. He was, however, able to sit down and eat his lunch while left waiting for ambulance. Some 6 hours later, his symptoms become completely resolved and he has no past medical history of no physical examination, entirely normal, pulse 70 regular, blood pressure 175, CT normal. I'm going to DTI, we're going to do aspirin. لا ما هو ليه هو قاعد يكرر الكلام بس مش اي ديفيسيت حصل له ري اشورنس اللي هو جلوبال امنيزيا ده تقريبا بس هو في ثلاث اسئله ري اشورنس في الامتحان كنا بنهزر كده ايوه ري اشورنس في اللي هو ريبيتدلي اسكينج بالظبط ما فيش اي لوجيك ديفيسيت هو هو لو تعي ايه هيبقى العلاج اسبرين 300 ملي جرام في الاول فهو حتى الدوز دي مش هتبقى مظبوطه هو امنيزيا غالبا Global and transient global and وكان ايه اللي بيفرق لنا بين الجلوبال امنيزيا وبين التي اي اي كنا قلناها قبل كده ان الديوريشن ده اقل من 24 وده اكتر من 24 لا 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 ده اقل من ساعه اقل من ساعه او ساعه اقل من 24 بس دي في الكيس خدت 6 ساعات 6 ساعات بس حكايه الريبيتد اسكينج كويشن دي لا ليه ايوه دي الكل المهم ايوه هي دي اللي انا بعرفها من كده ريبيتد اسكينج كويشن وعبيت انا الناس هنا فين كده المفروض ساعه واحده طيب ماشي خد سؤال تاني intervention for 64 year old man with standing type 2 diabetes prefer neuropathy extending up to his mid chin bilaterally come to the food clinic for review his family has been on holiday to Spain walking barefoot and he now has an infection affecting the right barefoot on examination blood pressure 145/88 pulse 79 regular he has strong pulses in both lower limb included posterior tibial and the dorsalis pedis he have an ulcer with adherent pus below the right grade 2 affecting the ball of the balls foot the ball of the foot with marked surrounding erythema post white blood cell will ESR elevated MRI is weighted تديله ايه هنا قبل كده كان كوموكس كلاب بس في نور الكندمايسين في نفس الامتحان هندي له كوموكس كلاب انا بنفس ال هو تقريبا ايوه هو الكوموكس كلاب هو فين انا اشوف الاجابه لا احنا كنا واخدين سؤال شبيه فعلا اللي هو كان في البير هو نفس السيناريو برضه فعلا قلنا البديل بتاعه لو في حساسيه كليندامايس فكره ثانيه نيكست ستيب Type 64 year old woman with type 2 diabetes come for clinic for review current medication include 1 gram metformin twice daily ramipril 5 milligram daily and davamide 2.5 her most recent hemoglobin A1C 52 in examination blood pressure 120/82 pulse 85 regular GP calculator his estimated GFR 32 he reduced from 46 في last clinic تمام بص ابلود تمام ايوه هو reduced المتفورم بالنص
بتوين 30 و45 هنريدوس النص، وتحت 30 هو برضه نفس السؤال بس هو مدينا جي اف ار، دوكا كان مدينا الكرياتينين بس. هو كان حاطط الامتحان ده كان عنده 3 4 نقط عايز يجيب عليهم 3 4 أسئلة بس وخلاص. طيب هايبر فوسفاتيميا عين كان 50 سنة طيب 1 دايابيتس ومعاه سي كي دي جي اف ار ال 20 يبقى ايه ديكريز الاكسكريشن ديكريز فلتريتد فوسفيت فوت. اه ماشي ايوه هو ماشي يا دكتور حسن الاجابه الاكسكريشن. هذا most appropriate next intervention 19 سنة مين his مع history of recurrent renal stone due to cystinuria present to emergency department with episodes of left renal colic despite having maintained the high fluid intake with sodium and protein restriction for the past few months. He wants to know how further reduce risk of renal stone in future. أيه مع سيستينوريا ابن سلمين صح ابن سلمين ومين اللي كنا بنديله البيرتوكسين؟ الستون